الخير على كل مشاهدي قناه الاهلي، برحب بيكم في حلقه جديده من كلام في الميديا. النهارده ان شاء الله نادي الاهلي هيقابل الانتاج الحربي في المباراه الخامسه ليه من الدوري المصري الممتاز، هتكون ان شاء الله على ملعب السلام الساعه 9 مساء. النادي الاهلي بيدخل اللقاء ده وهو معاه رصيد 10 نقط من تعادل ومن 3 انتصارات، الانتاج الحربي معاه 8 نقط من فوزين ومن تعادلين. بيغيب عن النادي الاهلي النهارده في اللقاء لعيبه كتيره طبعا بسبب الاصابه زي عمرو السوليه المصاب في العضله الضمه، وتاكد غيابه طبعا لفتره 4 اسابيع، وكمان بسبب عدم جاهزيه وليد سليمان وميدو جابر بالاضافه لشعور بعض اللعيبه بالاجهاد زي حسام عاشور زي وليد ازار وعلي معلول وسعد سمير، لكن رباعي ان شاء الله هيكون احتمال كبير يكونوا موجودين النهارده في الماتش بعد البرنامج التاهيلي اللي اتعمل لهم من مخطط الاحمال مستر مايكل ليدمان. النادي الاهلي طبعا بيسعى ان هو يحقق الفوز النهارده، الفوز الرابع ليه على التوالي في الدوري الممتاز، ويستمر في تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز. ان شاء الله نستمتع النهارده باداء النادي الاهلي، والنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يحقق الفوز زي ما عودنا دايما. هنناقش النهارده الكلام ده واخبار ثانيه كتير جدا خلال حلقتنا النهارده. هيكون ضيفنا كمان الاستاذ حسام زايد الناقد الرياضي بجريده الشروق، وبالتاكيد طبعا مستنيه مشاركتكم من خلال صفحتنا على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى انستجرام وكمان على هاشتاج البرنامج كلام في الميديا. سريعا بقى نروح لأهم العناوين. اجتماع في الأهلي لمناقشة تعديلات لائحة الأهلي. الأهلي يواجه الانتاج الحربي بروح الانتصار والحفاظ على القمة. الأحمر يسعى للصدارة في الظهور الأول للجماهير في الدوري. كارتيرون يبحث عن انتصار جديد ويطالب لاعبيه بالحسم المبكر. إلغاء المؤتمر الصحفي لأجاري قبل انطلاق معسكر مباراة نايجر. رونالدينيو: ميسي ليس أفضل لاعب في التاريخ. ساديو ماني يساعد في تنظيف مسجد في ليفربول. قبل ما نبدا بقى فقراتنا النهارده في كلام في الميديا، تعالوا الاول نشوف اخبار النادي الاهلي ايه قبل المباراه مباشره من فندق اقامه الفريق من خلال مراسلنا كريم احمد. مساء الخير عليك يا كريم. كل الساده المشاهدين وكل متابعي قناه الاهلي في كل مكان، عايز اعرف منك اخر اخبار النادي الاهلي والمعسكر دلوقتي قبل انطلاق طبعا المباراه الساعه 9 مساء. يمكن بنتكلم على اجواء وكواليس معسكر فريق النادي الاهلي، الاهلي والانتاج الحربي ان شاء الله على استاد السلام فيها الساعه 9 مساء. اجواء مطمئنه كالعاده، حاله التركيز الكبيره داخل معسكر فريق النادي الاهلي اللي بيفرضها اكيد مستر باتريس كارتيرون المدير الفني، الكابتن محمد يوسف القائم باعمال مدير الكره والمدرب العام. زي ما بنقول، بس يمكن الحاجه المحزنه شويه لفريق النادي الاهلي اللي هي الاصابات والاجادات اللي بتضرب فريق النادي الاهلي. النهارده يمكن في المباراه بيفقد النادي الاهلي عدد كبير جدا من اللاعبين، لاعبين مؤثرين كانوا بيادوا اداء اكثر من رائع خلال المباريات الماضيه. لو بتكلم معاكي على الغيابات النهارده اللي بنتمنى النهارده ان شاء الله ما يكونش ليها اي تاثير مع فريق النادي الاهلي، على راس الغيابات عمرو السوليه، سعد سمير، علي معلول، وليد سليمان، وحسام عاشور. لو بنتكلم سريعا على حسام عاشور، كدمه الظهر الاخيره في مباراه كامبالا كان ليها تاثير وتفضيل من الجهاز الطبي والجهاز الفني براحه حسام عاشور. ايضا كمان وليد سليمان تورم الانكل اللي بعده خلال المباراتين اللي فاتوا على فريق النادي الاهلي بيستمر في الغيابات، واعطى ايضا كمان الجهاز الطبي راحه لوليد سليمان. علي معلول الاجهاد، عمرو السوليه اللي هي العضله اللي ضمه اللي هيغيب من خلالها 4 اسابيع، واحد من نجوم النادي الاهلي وبيأدي اداء اكثر من رائع خلال الفتره الماضيه. بنتمنى عوده سريعه ان شاء الله لعمرو السوليه لمواصله الاداء المميز مع فريق النادي الاهلي في البطوله الافريقيه وبطوله الدوري العام وايضا كمان البطوله العربيه. سعد سمير بيعاني من الاجهاد، شريف اكرامي ايضا كمان كان تغيب خلال تدريبين الاخر على ملعب مختار التتش نظرا لظروف اسريه، لكن كان في تنسيق مع الكابتن محمد يوسف القائم باعمال مدير الكره. بشكل عام هنا في معسكر فريق
فريق النادي الاهلي داخل فندق الاقامه القريب من استاد السلام اللي هيستقبل النهارده المباراه في الساعه 9 مساء. اجواء كلها مطمئنه، حاله تركيز كبيره جدا. مستر باتريس كارتيرون هينهي النهارده قبل انطلاق فريق النادي الاهلي الى ملعب السلام بمحاضره فنيه اخيره هنا داخل فندق الاقامه. مستر باتريس بيحث اللاعبين بشكل كبير على مواصله الانتصارات خلال الفتره الماضيه، التركيز الشديد، احترام فريق الانتاج الحربي. عارفين طبعا ان فريق الانتاج الحربي يمكن المدير الفني كابتن مختار واحد من نجوم النادي الاهلي، يملك عقليه كبيره جدا فنيه. المباراه النهارده يكون فيها تكتيك كتير، النهارده يكون فيها امور خاصه داخل المستطيل الاخضر. بنتمنى ان شاء الله كالعاده النادي الاهلي يكون موفق، ان شاء الله تكون الظروف كلها مهيئه لفريق النادي الاهلي. لكن لو بتكلم معاكي على الجمهور النهارده، يمكن اولى الجولات او اولى دخول مباراه النادي الاهلي بالجمهور النهارده، بنتمنى جمهور النادي الاهلي كالعاده يكون على قدر المسؤوليه، تشجيع مثالي من اول دقيقه لاخر دقيقه. الدخول هيكون تدريجي النهارده، بنتمنى تنجح التجربه الاولى من مرحلتها الاولى مع دخول الجمهور ان شاء الله النهارده. يمكن اللي هيكون متواجد من 3000 ل 4000 مشجع للنادي الاهلي. لكن لو بذكر معاكي توزيعه الجمهور، غلق الباب، فتح الباب، الامور الخاصه طبعا بدخول الجماهير، تم فتح الباب في الساعه الخامسة بالفعل. يمكن دلوقتي جمهور النادي الاهلي بيتوافد على استاد السلام، هيتم غلق الاستاد في الساعة 8 مساء. تم تحديد بوابة 1 لدخول حاملي التذاكر المقصورة ودرجة أولى يمين وشمال، بوابة 7 لدخول التذاكر الموحدة، وبوابة 5 لدخول طلبة الجامعات اللي أشرف عليها وزارة الشباب والرياضة اللي حصلوا على عدد من التذاكر. طبعا بتكون التوزيع بمعرفة وزارة الشباب والرياضة لطلبة الجامعات. اللي بنتمنى النهاردة يكون استاد السلام في أذهى صوره، النادي الاهلي النهاردة يكون موفق في المباراه، جمهور النادي الاهلي كالعاده ان شاء الله يكون السند والدعم الحقيقي لفريق النادي الاهلي، وكل التوفيق النهارده ان شاء الله مع النادي الاهلي والانتاج الحربي. واكيد بعد المباراه يكون لينا لقاءات مع اللاعبين ويكون فرحه كالعاده لفريق النادي الاهلي. حتى هذه اللحظه شيء ما يمكن دي كانت اجواءنا هنا في فندق الاقامه، واكيد هنكون مستمرين مع كل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان باجواء وكواليس خاصه لمباراه الاهلي والانتاج الحربي. عوده ليكي شيما. ليك زميلنا كريم احمد من فندق اقامه معسكر النادي الاهلي، اللي ان شاء الله النهارده لقائه مع الانتاج الحربي الساعه 9 على ملعب السلام. النادي الاهلي داخل ب 10 نقط ان شاء الله، يخرج من المباراه دي ب 13 نقطه والعديد باذن الله من الاهداف. دلوقتي بقى نرجع مره ثانيه ونشوف معاكم الجرايد قالت ايه النهارده عن النادي الاهلي. الليله الاهلي واجه الانتاج بروح القمه. كتيبة الأهلي تستعد لإيقاف عجلة الإنتاج. الأهلي في اختبار محلي لإيقاف مسيرة الإنتاج. الأهلي والإنتاج مواجهة بروح الهدف الواحد، الأحمر يسعى للصدارة في الظهور الأول للجماهير في الدوري. الأهلي يصطدم بالإنتاج في بداية عودة الجماهير للدوري. في الجولة الخامسة للدوري العام الأهلي يدافع عن الصدارة أمام الإنتاج، كارتيرون يبحث عن انتصار جديد ومختار طمعان في ممارسة هويته أمام الأحمر. الليلة الأهلي ينتظر الإنتاج ويتحدى الإصابات للحفاظ على صدارة الدوري. الأهلي يتحدى الغيابات والإنتاج، كارتيرون خطتي إيقاف قوة الإنتاج. كارتيرون طالب لاعبي بحسم المباراة مبكرا ومختار يراهن على تضييق المساحات. اليوم الأهلي يسعى للحفاظ على الصدارة أمام الإنتاج. الأهلي يحشد قوته الهجومية لضرب معاقل الإنتاج، كارتيرون قادرون على الفوز رغم الغيابات ومختار يتحدى الأحمر. كتاب مفتوح. طبعا اغلب منشطات وعناوين الصحف النهارده ركزت على ان النادي الاهلي هيواجه الانتاج الحربي، وهدفه طبعا ان هو يفوز عشان يحافظ على القمه، وتاني حاجه ان هو يستمر في مسيره الفوز في المسابقه ويقدر يقدم عرض كويس جدا قصاد الجماهير اللي هتحضر برده النهارده المباراه لاول مره. طبعا ده هيكون الظهور الاول للجماهير في الدوري بعد قرار رجوع الجماهير ب 5000 مشجع في المباراه الواحده. كمان قالت الصحف ان النادي الاهلي هيواجه مشكله كبيره جدا بسبب الغيابات وسبب غيابات اللعيبه الاساسيه بسبب الاصابه وسبب الارهاق وعدم الجاهزيه الفنيه والبدنيه، وان الجهاز الفني بيعمل كل اللي يقدر يعمله عشان يقدر يتغلب على غياب نجومه في اللقاء ده. ده بقى كان كلام الجرايد. تعالوا بقى نشوف دلوقتي مواقع الانترنت قالت ايه عن النادي الاهلي. اجتماع في الاهلي لمناقشه تعديلات لائحه النادي. فقرة للضربات الثابتة في ميران الأهلي.
عمرو السولية يواصل برنامجه التأهيلي اليوم بالأهلي. ربيعة يشارك في جزء من تدريبات الكرة بمران الأهلي. راحة 72 ساعة في الأهلي وإعفاء 4 لاعبين من مران المستبعدين. عجيي يؤدي جلسة تأهيل في الجيم. الشيخ يكتفي بالتدريب في الجيم. الموقع الرسمي للنادي الأهلي لاعبو الأهلي ينتظمون في معسكر المنتخب الأولمبي اليوم. اليوم إجراء قرعة بطولة المناطق للناشئين. إسلام حسن نتطلع للفوز ببطولة القاسمي لليد. جوجيت يشارك في ميران فريق السلة اليوم. هنبتدي بأهم الأخبار وهنبتديها من الشروق. الشروق قالت إن بيعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماع بكرة برئاسة الكابتن محمود الخطيب عشان يناقش التعديلات الجديدة الخاصة ببنود مشروع اللائحة الأساسي المقدمة من أعضاء النادي الأهلي. كمان الموقع الرسمي للنادي الأهلي قال إن خصص سامي أوزان المدرب المساعد في النادي الأهلي فقرة للتدريب على ضربات الثابتة خلال تمرين النهاردة للغايبين عن مباراة الأهلي والإنتاج الحربي، وانتظم في التمرين وليد سليمان وأحمد طارق ورامي ربيعة وباسم علي وعمار حمدي وعمرو بركات وصبري رحيل. صدى البلد قالت ان ادى عمرو السوليه لاعب النادي الاهلي جلسه في الجيم النهارده في تمرين الغايبين عن مباراه الانتاج الحربي ضمن طبعا البرنامج التاهيلي، والسوليه زي ما انتم عارفين ان هو اتصاب بمزق في العضله الضامه في مباراه كامبالا سيتي. كمان الموقع الرسمي للنادي الاهلي قال ان شارك رامي ربيعه مدافع النادي الاهلي في جزء من تدريبات الكوره خلال تمرين الغايبين عن لقاء النهارده على ملعب التتش في الجزيره، واللاعب خاض برنامج تأهيلي للتعافي من إصابته في العضلة الضمة. اللقاء ده أول تدريب ده شمل التدريب على الكرة بشكل خفيف، وده كان بيشمل التسديد من كل الزوايا وكان تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل في الجهاز الفني للنادي الأهلي. الشروق كمان قالت إن قرر الفرنسي باتريس كارتيرون إن هو يدي اللعيبة راحة سلبية ابتداء من بكرة إن شاء الله يوم الاثنين ولمدة 3 أيام، وبعد كده يرجعوا للتدريبات يوم الخميس اللي جاي بإذن الله عشان يقدروا يتخلصوا من ضغط المباريات اللي واجهت الفريق خلال الفترة اللي فاتت، ويستعدوا لمواجهة الذهاب في دور الثمانية في بطولة دوري أبطال أفريقيا. وكمان منح رباعي النادي الأهلي حسام عاشور وشريف إكرامي وسعد سمير وعلي معلول راحة من تدريبات مجموعة اللعيبة اللي غايبين عن مباراة الإنتاج الحربي. موقع وان تري قال ان واصل نيجيري جونيور اجايي تنفيذ البرنامج التاهيلي الخاص به النهارده الصبح في الجيم عشان يتعافى من اصابته. اللاعب طبعا كان اخذ حقنه بلازما خلال الايام اللي فاتت في اطار برنامجه العلاجي والتاهيلي، واجايي اتصاب بقطع في الرباط الداخلي للركبه في مباراه النادي الاهلي وتاونشيب البوتسواني. الوطن كمان قال ان ادى احمد الشيخ لاعب النادي الاهلي جلسه تاهيل في تمرين اللي غايبين عن مباراه الانتاج الحربي، ما شاركش هو في المباراه بسبب ان هو عملية ليزك في عينيه مؤخرا. والموقع الرسمي للنادي الاهلي قال ان انتظم النهارده لعيبه النادي الاهلي احمد ياسر ريان واحمد حمدي ومحمد صابر في معسكر المنتخب الاولمبي استعدادا لمواجهه منتخب روسيا وديا يوم 7 سبتمبر الجاري، وينضم باقي لعيبه النادي الاهلي الدوليين بعد مباراه الانتاج الحربي زي كريم ندفد واكرم توفيق وناصر ماهر. الموقع الرسمي برضو للنادي الاهلي قال ان النهارده هيكون في قرعه بطوله المناطق للناشئين الاعمار السنيه المختلفه في مقر القاهره لكره القدم، وهتقام بطوله المنطقه بنظام دوري من دور واحد، وبعد كده هيكون بطوله القطاعات، وهيشارك النادي الاهلي بثلاث فرق في بطوله القاهره واربع فرق في بطوله الجمهوريه للشباب والناشئين. الموقع الرسمي برضو للنادي الاهلي قال ان اسلام حسن لاعب النادي الاهلي لكره اليد صرح وقال ان بطوله القسمي الوديه الدوليه اللي بتقام دلوقتي في الامارات بمثابه اعداد كويس جدا للعيبه، فهي بتضم مدارس كرويه مختلفه من اسيا ومن افريقيا كمان. برضو الموقع الرسمي للنادي الاهلي قال ان طارق خيري المدير الفني لفريق كره السله في النادي الاهلي ان اللاعب الامريكي كوينتن دوجت المنضم حديثا لصفوف الفريق هيشارك في التدريبات البدنيه النهارده وبعد كده هيدخل في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي عشان يبتدي ينسجم مع اللعيبه استعدادا للموسم الجديد باذن الله. دلوقتي بقى هنطلع سريعا لفاصل قصير ونرجع نكمل معاكم بقيه فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا.
سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، ومعانا دلوقتي مع اهم الاخبار المحليه والاخبار العالميه وكمان اخبار محترفينا في الخارج. اليوم السابع الغاء المؤتمر الصحفي لاجيري قبل انطلاق معسكر مباراه النيجر. محمد صلاح يستجم في اسكندريه لمده 24 ساعه ويكتفي ببادي جارد واحد. المنتخب يكشف موقف رمضان صبحي من اللحاق بمباراه النيجر. يلا كورة، وكيل رمضان صبحي ليلا كورة، رمضان صبحي يعود لإنجلترا الأربعاء لاستكمال على جول. كورة، انطلاق معسكر المنتخب الأولمبي استعدادا لروسيا. اليوم السابع ثروة سويلم يقترب من رئاسة بعثة المنتخب الأولمبي في روسيا. فيتو، حرس الحدود يعود للتدريبات استعدادا لمواجهة الاتحاد. بوابة الفجر، استدعاء نجم الجونة لمنتخب إثيوبيا. في الجول، غزال يشارك في انتصار فانكوفر، وعمر طارق يشهد تعادل أورلاندو من دكة البدلاء. أيس الإسبانية، العقوبة تنتظر، لجنة الانضباط الفرنسية تحسم مصير مبابي في الأربعاء. سبورت 360، رونالدينيو، ميسي ليس أفضل لاعب في التاريخ. ويورو سبورت، بوكبا ينتظر الشتاء ويحدد وجهته القادمة. هنبتدي اهم اخبارنا المحليه مع اليوم السابع اللي قالت ان الغى خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر المؤتمر الصحفي اللي كان المفروض ان هو يقام بكره الاثنين قبل انطلاق معسكر الفراعنه استعدادا طبعا لمباراه النيجر يوم 8 سبتمبر الجاري، وده بسبب ان حضور طبعا المدرب النهارده لمباراه سموحه وبيراميدز في الدوري، وده خلاه ان هو ياجل اللقاء وهيفضل هناك ان شاء الله في اسكندريه لحد ما ينطلق معسكر المنتخب بكره في برج العرب، فمش هيكون في مؤتمر صحفي. كمان اليوم السابع قال ان توجه محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزي لمدينه من المدن الساحليه وتحديدا الاسكندريه بعد ما وصل للقاهره الساعه 4 الفجر النهارده بصحبه احمد حجازي لاعب وست بروميتش ألبيون الانجليزي. كشف كمان المصدر ان محمد صلاح اتعمل له كل الاجراءات الخاصه بدخوله في دقائق معدوده اول ما وصل لمطار القاهره، وكمان خصص اتحاد الكوره 2 بادي جارد يكونوا موجودين مع محمد صلاح ويصطحبوه من المطار، لكن هو فضل ان هو ياخد واحد بس معاه اسكندريه. برضو من اليوم السابع قالت ان كشف مصدر في المنتخب ان رمضان صبحي لاعب منتخب مصر المحترف دلوقتي في فريق هادرسفيلد تاون الانجليزي مش هيلحق مباراه المنتخب قصاد النيجر المقرر ان هي تكون ان شاء الله يوم 8 سبتمبر الجاري، وده بسبب الاصابه اللي لحقت بيه في الدوري الانجليزي او في البريمير ليج. وقال المصدر ان اللاعب هيخضع للكشف الطبي في معسكر المنتخب ومش هيقدر يشارك قصاد النيجر. يلا كورة كمان قالت ان اكد نادر شوقي وكيل اعمال رمضان صبحي لاعب هادرسفيلد تاون الانجليزي ان اللاعب مش هيرجع ان شاء الله لانجلترا يوم الاربعاء اللي جاي عشان يقدر يستكمل برنامجه العلاجي. وكمان قال نادر شوقي ان رمضان صبحي المفروض ان هو يرجع انجلترا ان شاء الله يوم الاربعاء اللي جاي عشان يكمل البرنامج زي ما قلت لكم، ودي الاصابه اللي لحقت بيه زي ما قلت لكم في البريمير ليج. وقال كمان ان اللاعب تواجد في مصر مؤخرا عشان يروح يعمل التقرير الطبي في منتخبنا الوطني الخاص طبعا لتقديمه لمنتخبنا الوطني عشان هم يحددوا حالته النهائيه ويحددوا موقفه برضو من معسكر منتخب الفراعنه. كمان كوره قالت ان بينطلق معسكر منتخب مصر الاولمبي النهارده الحد استعدادا للسفر لروسيا يوم 5 من شهر سبتمبر الجاري، وهيقابل ان شاء الله الفراعنه روسيا يوم 7 من الشهر نفسه في اطار الاستعداد لبطوله افريقيا المؤهله لاولمبياد طوكيو. المفروض ان هينضم 14 لاعب للمعسكر الاولمبي خلال اليوم الاول اللي هو النهارده، وبعد كده هينضم 12 لاعب بكره الاثنين للمعسكر الاولمبي. كمان اليوم السابع قالت ان بيدرس اتحاد الكوره تكليف ثروت سويلم المدير التنفيذي للجبليه برئاسه بعثه المنتخب الاولمبي في روسيا في الفتره من 5 لحد 8 سبتمبر الحالي. هيخوض طبعا الفراعنه مباراه وديه مع المنتخب الروسي في موسكو، ده بسبب اعتذار كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكورة والمشرف على المنتخب الأولمبي عن رئاسة بعثة الفراعنة في روسيا بعد ما تم تكليفه بتنظيم مباراة مصر والنيجر في تصفيات أمم أفريقيا يوم 8 سبتمبر الحالي.
كمان فيتو قالت ان بيعود فريق الكوره في نادي حرس الحدود بقياده عماد سليمان للتدريبات الجماعيه النهارده بعد راحه سلبيه حصلوا عليها بعد التعادل قصاد بتروجيت سلبيا اول امبارح، وبيستعد حرس الحدود دلوقتي لمواجهه الاتحاد السكندري يوم 12 سبتمبر ان شاء الله ضمن مواجهات الجوله السادسه من بطوله الدوري المصري ممتاز. كمان بوابه الفجر قالت ان تلقى نادي الجونه خطاب رسمي لاستدعاء لاعب الوسط الدولي الاثيوبي جاتوش فانم لمعسكر منتخب بلاده، واللي هيستعد لمواجهه منتخب سيراليون يوم 9 سبتمبر اللي جاي ضمن منافسات الجوله الثانيه للتصفيات المؤهله لنهائيات كاس الامم الافريقيه 2019. شارك فانم مع الجونه في الجولات الاربعه الاولى من الدوري المصري ممتاز قصاد المصري بورسعيدي ووادي دجله وحرس الحدود والداخليه. في الجول كمان كتب ان شارك المصري عالية غزال في فوز فريقه فانكوفر وايت كابس على ضيفه سان جوزيه في ملعب بي سي بلاس ضمن منافسات الدوري الامريكي لكره القدم. غزال لعب المباراه كامله في خط وسط الفريق الكندي قبل حضور المصري عشان ينضم لمعسكر المنتخب استعدادا لمواجهه النايجر بعد ما تم ضمه من قبل المكسيكي خافير أجيري وتم استدعائه في المباراة دي أو للمعسكر ده. كمان عمرو طارق كان موجود على دكة بدلاء فريق أورلاندو سيتي خلال التعادل قصاد ضيفه فيلادلفيا يونيون. كمان ايس الاسبانيه قالت ان لجنه الانضباط عملت جلسه، طبعا ده رابطه الانضباط في رابطه الانديه الفرنسيه المحترفه، عملت جلسه مهمه جدا او هتنسى تعملها ان شاء الله يوم الاربعاء اللي جاي عشان يتم خلالها بقى تحديد العقوبه اللي هتم توقيعها على نجم فريق باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا كيليان مبابي. وفقا لتقارير فرنسيه المفروض ان هيتم عرض اللاعب او تعرض اللاعب لعقوبة من الرابطة الفرنسية بعد ما حصل على البطاقة الحمراء المباشرة، فضلا طبعا عن سوء السلوك اللي بدر منه واللي بيتنافى مع الروح الرياضية. سبورت 360 كمان قالت ان رفض الاسطوره البرازيليه رونالدينيو وضع ليونيل ميسي زميله السابق في برشلونه في المرتبه الاولى كافضل لاعب في تاريخ كره القدم برغم تاكيده ان هو الافضل في العالم في الوقت الحالي. قال رونالدينيو في تصريحات ابرزتها صحيفه ماندو ديبورتيفو الكتالونيه: بدون ادنى شك ليونيل ميسي هو افضل لاعب في تاريخ برشلونه، وخلال كل تلك السنوات عمل اللي مش اي حد في العالم قدر ان هو يعمله، هو فعلا الافضل. وتابع قال: من الصعب انك تقول ان هو الافضل في تاريخ كره القدم لان كان في عصور كتير جدا مختلفه، وكان مثلا بيليه هو الافضل في وقته، وبعد كده جه مارادونا كان هو الافضل في وقته، وكذلك زيدان او رونالدو الظاهره في عصرهم كل واحد كان الافضل في وقته، لكن بالتاكيد برضو ميسي من ضمن الافضل عبر التاريخ. كمان يورو سبورت قالت ان اللاعب الفرنسي الشاب باجبا قال للناس القريبه منه ان هو رحل عن صفوف مانشستر يونايتد الانجليزي في فتره الانتقالات الشتويه اللي جايه. باجبا بطل العالم كان طبعا على رادار البارسا في الصيف الحالي، لكن النادي الانجليزي رفض التخلي عن خدماته برغم توتر العلاقه ما بينه وما بين المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو. وفقا للديلي اكسبريس البريطانيه فباجبا ما عندوش رغبه ان هو يفضل موجود في صفوف مانشستر يونايتد لنهايه الموسم بسبب طبعا خلافاته المستمره مع المدرب جوزيه مورينيو. طيب دلوقتي بقى ميعادنا مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقيه فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل دلوقتي لفقره السوشيال ميديا اللي هنتابع فيها اهم اللي نشر نجوم الرياضه سواء محليا او عالميا على صفحاتهم الرسميه على السوشيال ميديا. هنبتدي مع الصفحه الرسميه للنادي الاهلي اللي نشرت على تويتر فوز ازارو بلاعب الشهر، وكتبت: النصر شهر اغسطس هو لاعبنا الهداف وليد ازارو، 540 دقيقة، 4 أهداف، 2 صناعة هدف.
كمان نشر عمرو بركات على الانستغرام صورته مع رامي ربيعه في التدريبات وكتب التدريب الصباحي. نشر ميدو جابر كمان صوره له على الانستغرام وكتب الحمد لله على كل شيء. محمود الجزار كمان نشر على الانستغرام الخاص بيه صورته مع باسم علي ومحمد شريف من التدريب وكتب اللهم ان كان خيرا فقدموا لي. كمان احمد حجازي نجم وست برومتش ألبيون الانجليزي ونجم الاهلي السابق نشر على حسابه على تويتر مجموعه من الصور الخاصه بمباراه امبارح مع فريق وست برومتش ألبيون الانجليزي اللي فازوا فيها 2-1 على ستوك سيتي في البريمير ليج وكتب 3 نقط مجهود رائع من الفريق. كمان احمد حسام ميدو نشر على تويتر تويتر لي وكتب سعيد بمشاهده جمهورنا مره ثانيه في المدرجات في البطوله المحليه حتى ولو باعداد بسيطه متفائل خير بان قبل نهايه العام سنرى دخول الجمهور بشكل عادي في المدرجات. كمان نشرت صفحه في الجول على الفيسبوك فيديو لساديو ماني لاعب ليفربول وهو بيساعد الناس اللي بيشتغلوا في مسجد في ليفربول على التنظيف بعد نهايه الصلاه. تعالوا نشوف ساديو ماني يا سادي. هذا ساديو ماني وسهل بينظفوا الحمامة حق المسجد. ايوه يا سر جنبه سر جنبه نظف معه. ما عليك يا اخي خذ جنب ساديو ماني. ان شاء الله وين فروم؟ يمن. اي سبوك تو يو تايمز ان ذا باثروم. اي سي يو ان ذا باثروم ذا اذر واي. ايوه جلس معاه سيدي ماني. يتصابطوا بسادي مالي يا اخوك. نروح بقى لمباراة ريال مدريد مع ليجنز في الليجا الاسبانية امبارح وكسبوا طبعا 4-1 ونشرت صفحة ريال مدريد الاسباني الرسمية على الفيسبوك صورة فيها لوكا مودريتش وراموس ونافاس بعد المباراة والفوز بجوائز الافضل في اوروبا وكتبوا لاعبتنا الفائزين بجوائز الافضل في اوروبا فبعد افضل حارس مرمى راموس افضل مدافع ولوكا مودريتش افضل خط وسط وافضل لاعب في اوروبا. كمان نشر ماركو اسانسيو لاعب ريال مدريد الاسباني على انستغرام صوره ليه من المباراه وكتب اضافه ومتابعه للفريق. كمان نشر لوكا مودريتش صوره ليه من المباراه وكتب فوز جديد ومشاعر جيده للاعب مره اخرى من البدايه. كمان نشرت صفحه بلاتشر فوتبول على انستغرام صوره لكريم بنزيما وكتبت كريم بنزيما سجل افضل او سجل امام 33 فريق في الليجا الاسباني. نشر كمان كريستيانو رونالدو على انستغرام الخاص بيه وبعد طبعا فوز يوفنتوس امبارح كتب 3 نقط اخرى فريق عظيم. نشر كمان اللاعب ادن هازارد لاعب تشيلسي صوره مجمعه من مباراه امبارح امام بورنموث وطبعا كانت النتيجه وقتها 2-0 لتشيلسي. كتب ادن هازارد هدفين 3 نقط والان 4 انتصارات دلوقتي متشوق للعب في بلجيكا الاسبوع القادم. كمان نشرت صفحه الفيفا على تويتر ميعاد الاعلان عن المرشحين لجائزه الافضل في موسم 2017-2018 وكتبت غدا 3 سبتمبر في لندن سوف نعلن عن المرشحين لـ7 من جوائز ذا بيست في هذا الموسم. كمان احتفلت صفحه الفيفا لكاس العالم بعيد ميلاد المدير الفني لمنتخب روسيا وعلقت وقالت قاد روسيا لربع نهائي كاس العالم. عيد ميلاد سعيد ستانيسلاف تشيرتشيسوف. دلوقتي معادنا بقى مع فاصل سريع وهنرجع بعد كده هنستقبل معاكم ضيفنا استاذ حسام زايد الناقد الرياضي في جريده الشروق. رجعنا سريعا ناس مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا ومعانا دلوقتي منورنا في الاستوديو استاذ حسام زايد الناقد الرياضي في الشروق. مساء الخير عليك. مساء الخير يا شيما ازيك واهلا بيكي واهلا بكل مشاهدي الاهلي ببارك لك على البرنامج الجديد وموفقه دايما ان شاء الله. الله يخليك. في البدايه طبعا النهارده عايزين نتكلم عن لقاء النادي الاهلي والانتاج الحربي النهارده الساعه 9 على ملعب السلام. النادي الاهلي بيدخل اللقاء ده هو معاه 10 نقاط، شايف اللقاء ده عامل ازاي؟ في وجهة نظري طبعا يعني مباراة مهمة للنادي الأهلي انه بيحاول يحافظ دايما على المقدمة. هو النهارده الأهلي في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، اعتقد انه الفوز بالنسبة للأهلي طبعا هيعيده مرة اخرى للصدارة. طبعا الزمالك كسب امبارح
انبي، فبالتالي الزمالك موجود حاليا في المركز الاول، وان كانت دايما مباريات الاهلي والانتاج الحربي بيكون فيها نديه واثاره، غالبا مباريات الاهلي والانتاج الحربي بيكون فيها يعني اثاره حتى اللحظات الاخيره، فانا اتوقعها ان هي تكون مباراه قويه. طبعا الانتاج الحربي السنه دي عامل مشوار جيد مع الكابتن مختار، نقاط مع تعادلين وفوزين حقيقي، فما خسرش. طبعا الكابتن مختار عامل يعني مجهود فني ظاهر بشكل جيد مع الانتاج الحربي، ده من الموسم الماضي كمان، مش من بدايه الموسم الحالي. فانا اتوقع انه نظريا على الورق بنقول ان احنا هنشوف مباراه قويه النهارده بين الاهلي والانتاج الحربي. دايما كابتن مختار بيعمل مباريات قويه قصاد النادي الاهلي، فاهم النادي الاهلي كويس اعتقد. يعني الكابتن مختار اتعادل امام النادي الاهلي 6 مرات قبل كده، هو النهارده المواجهه رقم 20، خسر 12 مره، تعادل 6 مرات، كسب مره واحده. اعتقد انه دايما بيكون مباريات الاهلي زي ما قلت لك والانتاج، وتحديدا الكابتن مختار امام الفرق الكبيره بيعرف يعمل مباريات جيده، سواء امام الاهلي او سواء امام الزمالك، حتى ده كان ظاهر في الموسم الماضي طبعا. يعني الاوراق اللي عنده كمان كابتن مختار، عنده عدد من العناصر المؤثره في الانتاج الحربي قادرين ان هم يعملوا مباراه جيده، وان كان انه يعني دايما المباريات اللي زي كده ما نقدرش نتوقع نتيجتها، وان كان النادي الاهلي هو الاقرب طبعا للفوز النهارده. صحيح، دايما باتريس كارتيرون غير متوقع في تشكيله، دايما بيكون في تغييرات، هل تقدر تتوقع النهارده هيكون التشكيل عامل ازاي اللي هيخوض بيه لقاء قصاد الانتاج الحربي؟ يعني انا اتوقع انه طبعا يعني في ممكن يكون نفس التشكيل المباراه الماضيه، نقول القايمه بتاعه الاهلي الموجودين النهارده في القايمه بشكل عام، محمد الشناوي وعلي لطفي وسليف كوليبالي ومحمد نجيب واحمد فتحي ومحمد هاني وايمن اشرف واحمد علاء، اكرم توفيق وهشام محمد وكريم ندفيد وميدو جابر ومحمد شريف، مؤمن زكريا، اسلام محارب، ناصر ماهر، احمد حمودي، مروان محسن، صلاح محسن، ووليد ازارو. يعني شايف ان هو غالبا هيبدا بنفس التشكيل، نفس تشكيل المباراه. معانا سليف كوليبالي، هو لقطات من كواليس فريق النادي الاهلي في معسكره دلوقتي قبل ما يتوجه لملعب السلام ان شاء الله لملاقات الانتاج الحربي الساعه 9 مساء بالظبط. يمكن المباراه الماضيه الاهلي وحرس الحدود كسب الاهلي 2-0، اعتقد انه غالبا هيكون نفس التشكيل. مستر كارتيرون طبعا بيلجا لسياسه التدوير بشكل كبير، يعني لإراحة العناصر المهمة أو أكبر عدد من العناصر علشان البطولات الأخرى اللي بيشارك فيها النادي الأهلي، سواء دوري أبطال إفريقيا أو البطولة العربية أو حتى فيما بعد بطولة كأس مصر. أتوقع أنه ده مش هيحصل دلوقتي، لأنه يعني في فترة توقف في الدوري، فأعتقد النهاردة ممكن يبدأ بنفس التشكيل المباراة الماضية، غير طبعا شريف إكرامي، لأنه شريف إكرامي كان بيشارك طبعا بسبب إصابة محمد الشناوي. صحيح. فأتوقع أنه النهاردة محمد الشناوي هيرجع مرة تانية لتشكيل النادي الأهلي. خلينا نتكلم عن سياسة التدوير اللي بيعملها دلوقتي باتريس كارتيرون. طبعا النادي الأهلي زي ما أنت عارف بيلعب تقريبا مباراة كل 3-4 أيام بسبب اشتراكه طبعا في الدوري المصري الممتاز، البطولة العربية، ودوري أبطال أفريقيا، عشان يقلل من الإجهاد ده فهو بيتبع سياسة التدوير. شايف إزاي السياسة دي؟ يعني دي السياسة بيعملها أغلب أو كل الفرق المشاركة في بطولات كتير، يعني في مصر عندنا الأهلي بيشارك في 4 بطولات، الزمالك عنده 3 بطولات وعنده لسه الكونفدرالية في الموسم. صحيح. الجديد، الإسماعيلي بيلعب في الدوري وعنده بطولة عربية ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر فيما بعد، الاتحاد السكندري هكذا كمان عنده الدوري وكأس مصر والبطولة العربية. فلو ما كانش إن أنت هتعمل سياسة التدوير، أعتقد هتفقد عدد كبير من العناصر المهمة والعناصر المؤثرة لما تيجي تحتاجهم في مباراة مهمة أو في مباراة مؤثرة، مش هيدي لك بكامل طاقته البدنية والفنية. فأكيد سياسة التدوير هي العنصر اللي بيلجأ ليه المدير الفني في النادي اللي بيشارك في أكتر من بطولة، وإحنا بنتكلم دلوقتي على مستر كارتيرون في النادي الأهلي، خاصة أنه كمان اتحاد الكورة عمل القوائم 25 لاعب لكل نادي، فأعتقد ده كمان يعني عمل ضغط على المدربين أنه مضطر أنه هو يغير أكبر عدد في أكتر من مباراة، وأنه ثبات التشكيل ده بيكون صعب أو مش هو المقياس دلوقتي. المقياس أن أنت إزاي تكسب
وازاي تفضل محافظ على نفس الريتم بتاعك في المباريات وفي مشوارك في البطولات المختلفة. استاذ حسام، النهارده يوم اكيد مهم جدا، اكيد طبعا مهم لانها مباراه للنادي الاهلي قصاد الانتاج الحربي، واكيد النادي الاهلي هيخرج من المباراه دي باذن الله بثلاث نقاط اضافيه، يخرج معاه 13 نقطه. لكن الاهم بقى النهارده حضور الجماهير. النهارده هيحضر 5000 مشجع للقاء الانتاج الحربي والنادي الاهلي. شايف التجربه دي هتكون عامله ازاي؟ يعني سعيد جدا طبعا بعودة الجماهير مرة تانية للمباريات، وأتمنى النهاردة أن يكون في حضور جماهيري كمان يليق بالمباراة. شفنا امبارح للأمانة مباراة الزمالك وإنبي كان في أول يوم في الحضور الجماهيري، وكان الأمور بتسير على ما يرام، وأن الجماهير كانت ملتزمة للغاية، وكان في تعاون يعني من كل الجهات المسؤولة عن تنظيم المباراة. صحيح. فأنا شايف أن ده بداية مهمة لعودة الجماهير بكامل طاقة الملاعب إن شاء الله قريبا، وتحديدا مع بداية الدور الثاني هيكون في تزايد للأعداد أكثر من 5000. ده التصريح امبارح للوزير الدكتور أشرف صبحي. يعني الجمهور طبعا الملاعب كانت زي السينما اللي هي من غير يعني متفرجين. صحيح. اعتقد صحيح. فعودة الجمهور ده شفناه حتى في البطولة العربية، في المباريات في البطولة العربية كان حضور الجماهير ليه يعني عامل مؤثر على اللاعبين. كمان لاعبين على مستوى حتى المنتخبات الوطنية، كنا لما بنطلع نلعب بره في وسط حضور جماهيري اللعيبه كانت بتكون مخضوضه، لانه الجيل ده من 2012 ما شافش جمهور. صحيح. فبالتالي يعني كان بيكون في تاثير سلبي على لاعبي المنتخب الوطني. اعتقد طبعا عوده الجماهير لمباريات الدوري ده شيء مهم جدا، سواء لانديتنا اللي هي بتشارك في بطولات خارجيه او حتى للمنتخب الوطني في مشواره القادم باذن الله. وانا بصراحه متفائله جدا بالتجربه دي، ومتاكده واثقه جدا ان جمهور الاهلي اكيد هيكون ان شاء الله النهارده قد المسؤوليه، وتكون تجربه ناجحه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. طيب، ممكن نقول ان باتريس كارتيرون فعلا ابتدت تبان بصماته على النادي الاهلي؟ يعني خلينا نقول انه باتريس كارتيرون عمل حاجه تقترب من الـ يعني حاجه اعجازيه في وجهه نظري. ان هو في دوري ابطال افريقيا لما جه مسك النادي الاهلي، وكان النادي الاهلي تقريبا في يعني في متزايل ترتيب المجموعه من خساره وتعادل، فاعتقد انه يفوز على تاون شيب ذهابا وايابا، وانه يفوز على الترجي وفي الاخر على كامبالا، يعني العلامه الكامله في مشواره في دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا. اعتقد يعني ده عنصر مهم وعنصر يعني في صالح كارتيرون، وان كان طبعا جمهور الاهلي بيبص كمان على الاداء. يعني لغايه دلوقتي جمهور الاهلي نفسه يطمن على اداء الفريق ويحس ان في مستوى فني ثابت. اعتقد انه ده تباعا هيجي مع المباريات، لانه في النهايه احنا لسه في بدايه الموسم. صحيح. فالمستوى الفني بيرتفع تدريجيا على مستوى الفرق، وده اكيد اللي هيظهر خلال المباريات القادمه. طيب، احنا دلوقتي في الدوري المصري ممتاز، لعبنا 4 جولات، ودي دلوقتي احنا في الجوله الخامسه من الدوري المصري، وطبعا النادي الاهلي بيتصدر الدوري برصيد 10 نقاط. شايف هيكون في منافسه في الدوري المصري، او يكون في موجود منافسين جداد في الدوري المصري، ولا لسه بدري ما نقدرش نحدد الموضوع ده من دلوقتي؟ لا، هو يعني احنا فيما يخص المنافسه احنا بنبص على عوامل حصلت السنين اللي فاتت، بنبص على ايه اللي بيحتاجه النادي، اي نادي، علشان ينافس على بطوله الدوري او يكون هو بطل الدوري. ما هو في فرق، انت عايز تكون بطل الدوري ولا عايز تكون في المربع الذهبي، فبالتالي تشارك في بطوله من بطولتي افريقيا سواء دوري الابطال او الكونفدراليه. المنافسه على لقب الدوري تحديدا بتحتاج عده عوامل، اهمها طبعا ان يكون الفريق والاداره عندهم سياسه النفس الطويل، ان انت ازاي تفضل مستمر بنفس الوتيره من بدايه الدوري حتى نهايه الدوري. احنا شفنا السنين اللي فاتت في فترة من الفترات مثلا كان فريق الداخلية هو متصدر الدوري في الدور الأول، شفنا بتروجيت، شفنا سموحة، لكن سرعان ما تبدل الحال في الدور الثاني من الدوري. دي شخصية الفريق البطل. مقومات الفريق البطل ان هو إدارة قوية مستقرة، لاعبين مميزين، جهاز فني على أعلى مستوى، جمهور بيساند ويدعم فريقه، الجانب المالي أو الجانب المالي اللي هو بيساعدك ان انت تدفع رواتب اللاعبين وتعمل لائحة قوية. أعتقد أنه النادي الأهلي موجود فيه الخمس عناصر. الأندية الأخرى قد تكون هذه العناصر متوفرة لكن بنسب متفاوتة. يعني مثلا أنا في اعتقادي أن فريق زي بيراميدز
اكيد بحجم الصفقات المعمول والفلوس المدفوعه اكيد هيكون موجود في المربع الذهبي، وانا اتوقع ان هو هيكون ثاني الدوري، لكن صعب ان هو ياخد لقب الدوري لسبب انه الاهلي والزمالك تحديدا ان هم بيكونوا موجودين حتى اللحظات الاخيره بنفسه، بيكون وراهم جمهور هو بيسبب ضغط على اللعيبه انه انا عايز اكسب دايما لانه في جماهير واقفه جنبي وفي جماهير يعني بتلاحقني دايما في المكسب بيشجعوني. يعني من وجهه نظرك ان بيراميدز ممكن ياخد وصيف الدوري على حساب الاسماعيلي ولا حساب الزمالك؟ انا يمكن قبل بدايه الموسم كتبت بوست عندي كنت بتوقع فيه اول اربعه، وده توقع مجرد توقع ممكن يصيب وممكن يخطئ. يعني انا قلت ان النادي الاهلي هيكون البطل لعده اعتبارات، بنبص كمان للسنين اللي فاتت وانه الاهلي على المستوى الاداري مستقر، على المستوى الفني بيجيب مدير فني بيديله الفرصه ان هو يكمل لاكبر فتره ممكنه، عنده لاعبين حتى وان كان البعض بيقول ان مفيش تدعيمات حصلت، لا ما هو انا مش شرط ان انا اجيب تدعيمات علشان يتقال ان انا عملت تدعيمات، انا بجيب تدعيمات علشان المراكز اللي انا محتاجها. بيراميدز زي ما قلت لحضرتك انه عنده فلوس، عنده لاعبين مميزين، ممكن يكون عنده جهاز فني جيد وان كان المدير الفني اتغير بعد ثاني مباراه، لكن ما عندوش الجمهور اللي هو بيضغط عليه، ما عندوش الجمهور اللي هو لو الفريق اتهزم يطلع مثلا على السوشيال ميديا يقول له ازاي لعيب فلاني كان مقصر، ازاي الفلاني كان مقصر. نادي الزمالك بس انت ما خدتش بالك من الجمهور؟ كان في 15 واحد موجودين في مباريات بيراميدز اللي فاتت، يمكن نشوف كمان 5000 في المباراه القادمه لبيراميدز. ما هو شوفي حتى لو في حضور جماهيري، يعني مثلا انه انت بتقنع الجمهور او بتقنع اشخاص، مش عايز اقول جمهور، بشكل او باخر ان هم يحضروا، لكن في النهايه انا بتكلم على التشجيع الحقيقي اللي هو يعني ما هو ده بعد ما يطلع من الاشخاص دول، مع احترامي ليهم والله ما عنديش مشكله ان هم يروحوا يشجعوا، لكن بعد ما يطلع من الملعب مش هيبقى زعلان انه فريقه اتغلب، يعني مش هيلاحق اللاعبين ان لا هو اكيد مش هيبقى مبسوط او هيبقى زعلان، هو رايح ياخد فلوس مثلا دي شغله بالنسبه له ايا كان. يعني انا بقول لك انا حتى ما عنديش مشكله ان هو طالما هو بيعتبرها مهنه ان هو رايح يشجع مقابل فلوس فما فيش مشكله، لكن انا بقول لك على مقومات الفريق البطل. توقعي ان المصري هيجي في المركز الثالث، ده توقعي لانه يعني حسام حسن من المدربين اللي بيعمل ضغط على لعيبته جوه الملعب، بيطلع منهم افضل ما يمكن، وده بدليل انه على في السنين اللي فاتت الثلاثه الاخيره المصري ما كانش عنده اسماء معروفه، لكن حسام حسن قدر ان هو يبقى موجود بيهم في المربع الذهبي وموجود في الكونفدراليه للسنه الثالثه. الزمالك الناس بتتكلم انه عنده مجموعه مميزه من اللاعبين، ودي حقيقه فعلا، لكن في نفس الوقت ما عندهوش استقرار فني اداري، بمعنى انه دايما شفنا التجارب السنوات اللي فاتت انه الزمالك بمجرد ما بيتعثر في مباراه بتبدا لغه التغيير ولهجه التغيير، وان انا هغير المدير الفني. التعثر في مباراه النجوم ده كان بدايه لسيناريو متوقع ومحتمل بتغيير المدير الفني، الا ان الفوز امبارح شويه ادى المدير الفني فرصه قد تكون مباراتين او ثلاثه جايين الى ان يحدث تعثر قادم، وده انا متوقعه واثق فيه تماما انه الزمالك مستحيل هيكمل بالمدير الفني. فده الرهان، انت دايما لما بتوفر العناصر اللي بتشكل استقرار للفريق وبتشكل استقرار للاعبين عامل مهم جدا، وازاي تعزلهم عن اي مشكله ممكن تحصل بره، ده هو الرهان بالنسبه لي. الاسماعيلي انا كنت اتمنى انه يحافظ على القوام الاساسي لفريقه لانه مشارك في دوري ابطال افريقيا بعد غيابه وبعد سنوات، لكن تفريطه في عدد من العناصر الاساسيه ده خلاني اتوقع ان هو هيخرج من المربع الذهبي السنه دي، وده والبدايه كانت واضحه اعتقد، يعني سواء ما هو التعادل في النهايه زي الهزيمه بالنسبه للفريق اللي بيدور على ان هو يذهب بعيدا في البطوله. من امبارح للنهارده حطينا سؤال على السوشيال ميديا بنسال الجمهور، جمهور النادي الاهلي تتوقعوا لقاء النهارده هتكون نتيجته ايه؟ طب خلينا نروح نشوف كده توقعات الجمهور للقاء النهارده، النادي الاهلي والانتاج الحربي النهارده الساعه 9 على ملعب السلام في الجوله الخامسه من الدوري المصري. ممتاز النادي الاهلي بيدخل ب 10 نقاط ان شاء الله يخرج بنقطه 13. هنبتدي مع تيتو الرهيب اللي بيقول منوره بشكرك جدا، بتوقع ان شاء الله الاهلي هيفوز 2-0. مودي موسى بيقول فوز الاهلي 4-0. عادل درويش بيقول ان شاء الله فوز الاهلي 4-0. نور الهدى بتقول ان الاهلي هيلعب الساعه 9 نكسب 9-0. عبد العزيز طارق بيقول بشكرك جدا منور بيك، الاهلي هيفوز 2-0. ابراهيم انور بيقول
2-0 للنادي الاهلي. حسن بهناسي بيقول ان شاء الله فوز الاهلي 2-0. كمان مروان محمد بيقول 3-0 للنادي الاهلي، ازهر وصلاح وسليد. احمد رفعت بيقول 3-0 ازهر وصلاح وكوليبالي، الفوز للأهلي إن شاء الله. عبد الحميد بيقول 2-0 المباراة هتكون جيدة جدا. محمد عثمان بيقول 2-1 وتوقع الماتش يكون صعب لأن كابتن مختار من أحسن المدربين اللي موجودين في مصر. أحمد إسماعيل بيقول فوز الأهلي 2-0 لأزار وصلاح. محسن خلود بتقول فوز الأهلي واتمنى بنتيجة كبيرة إن شاء الله ما يدخلش فينا أهداف. فاروق بيقول 2-0 للإنتاج الحربي. ماشي، لا 2-0 الاهلي للاهلي. محمد سعيد بيقول مساء الخير، بشكرك جدا، اتوقع فوز الاهلي 1-0. دي كانت بعض الاراء اللي جات لنا عن طريق الفيسبوك. طيب نرجع بقى برده مره ثانيه للنادي الاهلي ودوري ابطال افريقيا وقرعه ربع النهائي دوري ابطال افريقيا ان شاء الله لتقام بعد بكره هنا في القاهره. النادي الاهلي طبعا تفوق على كل الاوائل في المجموعات وطلع باكبر نتيجه من النقاط في اوائل كل المجموعات، وهو هيقابل تواني المجموعات الثانيه قدامه طبعا حراك ونكري اول اغسطس ووفاق الصيف. شايف مين الافضل او مين الانسب ان الاهلي يقابله في اللقاء القادم؟ انا في توقع انه دايما المواجهات العربيه بيكون فيها حساسيه شويه. صحيح. خاصه الفرق المواجهات العربيه في دوري ابطال افريقيا طبعا مع دول شمال افريقيا سواء تونس او الجزائر او المغرب بيكون فيها حساسيه شويه في المباريات وفي التجهيز وفي الضغط النفسي والضغط العصبي. فانا في اعتقادي انه لو الاهلي هيواجه فريق من حوريه كوناكري او اول اغسطس اعتقد يعني الى حد ما هيكون الطريق اسهل الى الدور نصف النهائي، وان كان زي ما دايما بنقول يعني الفريق البطل مش بيبص على الحاجات دي او مين هيقابل مين، لكن احنا بنتكلم نظريا على الورق يعني او بتجارب سابقه انه الاريحيه دايما بتكون في البعد عن المواجهات العربيه. وان كان الاهلي في مباراه الترجي كسب في رادس، فاعتقد انه ده مش مقياس، لكن احنا دايما يعني بنقول نظريا على اللي بيحصل. فانا اتوقع انه من وجهه نظري الافضل انه الاهلي يبعد عن وفاق ستيف الجزائري. هو حريه كنكري او اول اغسطس مش فارقه. مش فارقه الاثنين واحد. لكن يعني من وجهه نظرك ان وفاق ستيف الجزائري هو الاخطر في المنافسه. بالظبط يعني، وان كان لو حصل هتبقى منافسه قويه يعني هنشوف. صحيح. هنشوف مباراتين قويتين ما بين الفريقين. طيب نرجع تاني للجمهور وتوقعات الجمهور للقاء النهارده ونروح لتويتر ونشوف الجمهور قال لنا ايه. احمد زيكا بيقول 2 للاهلي، وليد ازارو ان شاء الله، عادل شطه بيقول 2-1 للاهلي ازارو وصلاح، علي محمد بيقول 3-0، حسام بيقول 2-0، محمد عبد العظيم بيقول 3-0، اسلام بيقول 3-1 أزارو نجم المباراة، عمرو بيقول أتوقع 3-1 للأهلي إن شاء الله، عزت بيقول 2-0 للأهلي أزارو وصلاح. محسن أحمد إسماعيل بيقول فوز النادي الأهلي 2-0 لتربيد أزارو وصلاح. محسن عمرو بيقول 3-1 للنادي الأهلي. سيد درويش بيقول الفوز إن شاء الله بس ماتش صعب مع مدرب مخضرم كابتن مختار مختار. ميمو بيقول 2-1 للاهلي ازارو وصلاح. محسن ميدو بيقول 2-0 للاهلي. طبعا عبد الحميد او علي عبد الحميد بيقول 1-0 لوليد ازارو، وعبد الرحمن بيقول النادي الاهلي هيكسب 2 ان شاء الله. نروح سريعا بقى لتفاعل الجمهور من على انستغرام. شروق بتقول الاهلي هيفوز 4، علي نور بيقول ان شاء الله 3-0 ازارو وصلاح محسن ومحارب، عبده بيقول 2-1 النادي الاهلي ازارو وسليمان، محمد صبري بيقول الاهلي هيكون الاهداف من نصيب ازارو وسليف كوليبالي وصلاح محسن 3-1 للنادي الاهلي، واسلام امام بيقول 2-0 للنادي الاهلي. دي كانت بعض بقى تفاعلات الجمهور مع نتيجه لقاء النهارده او توقعاتهم لنتيجه مباراه النهارده النادي الاهلي قصاد الانتاج الحربي في الجوله الخامسه من الدوري المصري الممتاز. بعيدا عن النادي الاهلي نروح بقى لمنتخبنا الوطني الاول. طبعا الحدث الاهم دلوقتي هو مباراه النيجر ان شاء الله القادمه، وعايز اعرف الاول رايك ايه في قائمه اللعيبه المحترفين وقائمه اللعيبه المحليين اللي ضمهم اجاري. هو طبعا يعني بالنسبه للقائمه يعني كان في تعليقات كتير طلعت، وانا عن نفسي استغربت يعني مثلا على وجود بعض الاسماء المحترفين
ولكن على ما يبدو اللي انا عرفته انه يعني مستر أجيري قرر ان هو يضم اكبر عدد من المحترفين، لانه ده يعني ده مش عارفه مين اللي ما انضمش. لا في يعني في مثلا حسين السيد في صحيح. معار مثلا، انا اتوقع ان هو يعني كابتن هاني رمزي اتفقوا ان هم يجيبوا اكبر قدر من اللاعبين المحترفين في الانديه اللي هي الاوروبيه تقريبا. فبالتالي مثلا كنت مستغرب انه علي غزال يبقى موجود مره ثانيه بعد الفتره اللي قضاها مع المنتخب قبل كده وما ظهرش بالشكل المطلوب. يمكن دي تكون الفرصه الحقيقيه اللي هيقدر يثبت فيها نفسه. لا انا اتوقع انه المعسكر ده تحديدا مستر أجيري هيعرف يحدد هو عايز ايه بعد كده. صحيح. لانه الاختيارات دلوقتي كابتن هاني رمزي هو عليه دور اكبر في الاختيارات، لانه الراجل لسه جاي ما يعرفش ما يلحقش يعني في خمس ايام ان هو يعلن قائمه ويعرف اللعيبه ويشوف الكلام ده. فانا اتوقع من هو صرح وقال انا شفت كل اللعيبه اللي جت للمنتخب الوطني قبل كده. لا هو ممكن يكون شافهم فيديو او حضر ماتش لكل فريق في الدوري، فده ما يخليش الصوره كافيه ان هو يكون وجهه نظر عن اللعيبه كلها غير لما يشوفهم على ارض الواقع. اكيد. اذا معسكر مباراه النيجر ده بالنسبه للمحترفين هيكون فرصه اخيره لعدد منهم ان هو ممكن ما يظهرش تاني بعد كده، باعتبار ان هو او ممكن يثبت نفسه ويكون موجود ممكن ان شاء الله. لانه يعني احنا بنقول 13 محترف، هي القصه مش بالكم بقدر ما هو كيف تستغل هذا المحترف. بس المعسكر مدته قليله قوي، هيقدر يكتشف فيهم كل العناصر دي؟ هو ما هو في النهايه ما هو عنده معسكر، عنده مباراه هيجرب. هو طبعا ما فيش تجربه، بس هيشوف العناصر دي في مباراه رسميه، هيعرف بقى اذا كان هو محتاج مثلا فلان الفلاني او مش محتاجه، ده ممكن يكمل معاه الفتره اللي جايه ولا لا. وبعد كده كمان هيكون عنده فرصه اكبر ان هو يتابعهم مع الفرق بتاعتهم سواء المحترفين بره او حتى سواء مباريات الدوري المحلي، لانه زي ما قلت لك هو خمس ايام تقريبا من ساعه ما جه لغايه لما تم اعلان المحترفين وبعدين اعلان القائمه المحليه، فده ما كانش يسمح طبعا بانه يكون قدامه مساحه للاختيار. وكمان هو سافر عشان يحضر مباراه سموحه وبيراميدز عشان يشوف اذا كان هيقدر يضم حد تاني لمعسكر المنتخب. شايف مين اللي اتظلم بعدم انضمامه للمعسكر محليا؟ خلينا نبتدي بلاعيبه النادي الاهلي. يعني محليا انا كنت شايف انه احمد فتحي يستحق ان هو يكون موجود لسبب طبعا. يعني انت لاسباب كتير قوي. انت بتتكلم على مباراه شايفها انا مصيريه بعد الهزيمه في المباراه الاولى امام تونس. صحيح. ان هي بشكل كبير يعني هتحدد موقفك في المجموعه، يعني ان شاء الله هنتاهل طبعا. لكن بنتكلم انه يعني انت بتبص على العناصر الاجهز دلوقتي، حتى لو بتتكلم على ان انت هتنزل بمعدل الاعمار في الفتره القادمه، لكن عامل الخبره برضو بيظل مهم. عامل الخبره وكمان بتبص على الخطوه الانيه بالنسبه لك ايه. انت عندك مباراه بعد اسبوع او بعد 10 ايام، انت لسه مش هتنزل بمعدل الاعمار دلوقتي، لازم تشوف العناصر الاجهز اللي تعديك الماتش ده، وبعد كده انت تشوف بقى يكون عندك رؤيه اوسع للامور سواء على المستوى المحلي او على مستوى اللاعبين المحترفين. فانا كنت اتمنى انه احمد فتحي يكون موجود، كنت اتمنى ان انا اشوف وليد سليمان موجود، لكن في النهايه زي ما بنقول دي اختيارات الجهاز الفني. وان كان عندي معلومه قبل الاعلان الاسماء ان هو في سبع اسماء من الاهلي، لكن فوجئت بعد الاعلان انه اقتصر على اربع اسماء بالظبط، كان منهم احمد فتحي ووليد سليمان. صحيح. طيب اتكلمنا عن القائمه المنضمه سواء محليا او بالنسبه للعيبه المحترفه. عايزه بقى اسالك برضو عن اختيار أجيري كمدير فني لمنتخبنا الوطني، او بالرغم طبعا الكلام الكتير قوي اللي كان بيتقال عليه، او كمان الانقسام اللي كان داخل اتحاد الكوره واعضاء اتحاد الكوره على تعيين أجيري. شايف يعني اختيار أجيري ده اختيار مناسب؟ لا انا شايف ان عليه علامات استفهام كتير، خاصه انه يعني الكلام انه ما زال هناك قضيه فيما يخص موضوع انه تلاعب في نتائج المباريات. صحيح. لما كان ماسك ريال ساراخوستا الاسباني، طالما في قضيه وفي كلام وفي احتمال 1% ان هو ممكن يتم ادانته او يتم توريطه، اعتقد ده لو حصل هتبقى مشكله كبيره لكره القدم المصريه ان هي متعاقده مع مدرب يعني بهذه المواصفات. وده اللي خلى يمكن اربعه من اعضاء مجلس الاداره كانوا معترضين، يعني كابتن حازم امام، كابتن خالد لطيف، وسيد واعلنوا اعتراضهم بالظبط. فطبعا يعني كان واضح الامور، لكن في النهايه
هناك تصويت داخل مجلس الإدارة. المعترضين يعني أثبتوا موقفهم في محضر مجلس الإدارة بشكل رسمي، طبعا تحسبا أنه يحصل في الأمور أمور، ولو حصلت القضية أنا أعتقد هتبقى مشكلة كبيرة يعني. صحيح. وإيه التصميم يعني كابتن حازم أم حتى كان كلامه يعني مع المقربين، يعني ليه التصميم على واحد عليه علامات استفهام كبيرة في حين أنه كان في أكتر من اختيار يعني قدام مجلس الإدارة، وكان في أكتر من اختيار أمام اللجنة المكلفة. لكن وجهة نظري نسيب القضية لما تحصل الحكم فيها، وما علينا غير أن احنا ندعم منتخبنا الوطني في المرحلة دي. صحيح. طيب نروح بقى للأزمة طبعا اللي كانت مثارة في الأيام اللي فاتت، أزمة محمد صلاح الفرعون المصري نجم ليفربول الإنجليزي مع اتحاد الكرة المصري. شايف الأزمة دي إزاي؟ أنا شايف أنه يعني لما لاعب كرة عموما أو محمد صلاح خاصة يطلب طلبات، من حقه أنه هو يطلب طلبات يعني شايفها من وجهة نظره أنه هي توفر له أريحية ليه أو سواء لزمايله. مجلس الإدارة الاتحاد من حقه أنه هو يدرس هذه المطالب ويشوف إيه المتاح منها اللي ممكن يتنفذ وإيه اللي صعب يتنفذ. لكن أنا شايف أنه اللي عمل المشكلة، وخلينا نكون واضحين ونتكلم بالأمانة يعني، اللهجة اللي استخدمها رامي عباس محامي محمد صلاح أعتقد دي كان عليها جزء أكبر. في ناس هتقول لا أصله ده المحامي بتاعه وكيله من حقه أنه هو يطلب، إحنا ما تكلمناش في أحقيته في الطلب، إحنا اتكلمنا في طريقة الطلب. في حاجة اسمها يعني كيفية الحوار أو كيفية لغة الحوار وكيفية لغة الطلب. يعني إيه المشكلة أن أنت تبعت خطاب وتقول أنا عايز 1-2-3 أو محمد صلاح علشان حصل مثلا 1-2-3 فعايزه كذا كذا كذا. ما هو يمكن الداعي؟ يمكن ده كان بسبب اللي حصل في المعسكر اللي قبليه. انا بقول لك هو ده اول، يمكن اللغه الحاده في الحوار دي كان ليها اسباب متراكمه. شوفي انا افهم انه المفروض ان انت بتطلب في البدايه، ما حصلش مثلا رد فعل او اختلاف، اصعد اللغه بتاعتي. مش انا من اول مره ببعت خطاب وبهدد بيه انه خلال 7 أيام لو ما جانيش رد او كذا انا هطلع انا ومحمد نطالب باستقاله الاتحاد المصري. ما هو كلامه الاول كان بيقول ان انا بعت لهم فعلا ايميل وبكده رد عليا، لا ما تبعتش ايميل هنا، روح ابعته على الميل الخاص باتحاد الكوره، وبعد كده ما حدش رد عليه وما حدش رجع برد اللي بعديها ب4-5 أيام. فكان الموضوع برده فيه شويه استفزاز. طيب هو لغايه لما اتحاد الكوره رد على طلبات محمد صلاح، رامي عباس ما بعتش ولا خطاب رسمي على الايميل الخاص باتحاد الكوره، كان كل المخاطبات على الايميل الخاص بالمهندس هاني ابو ريد رئيس اتحاد الكوره. انا بتكلم في ان احنا لو يعني الموضوع انا شايفه ابسط مما نتخيل. يعني احنا ليه دايما بنبقى عايزين ننقسم يعني احزاب في اي موضوع بيحصل؟ في فئه بتكون مع فلان والجهه الثانيه مع فلان، ولازم نشتم في بعض، ولازم انا لو مش متفق معاك في الراي فانت بتتهمني باتهامات معينه. يا جماعه لاعب بيطلب مطالب، اتحاد الكوره شايف ان دي مطالب مشروعه بينفذها، شايف ان فيها مبالغه بيقول انا مش هقدر انفذ علشان 1-2-3. لكن انا اعتراضي فقط على لغه الخطاب المرسل اللي فيه تهديد لاتحاد الكوره بالاستقاله. انا مش شايف اني يعني مع احترامي يعني لا يجوز ان انا كلاعب ابعت خطاب بهذا الشكل، حتى لو محمد صلاح نفسه اللي بعته لاتحاد الكوره. يعني لا يليق ان انا ابعت لاتحاد الكوره بقول له لو انت ما نفذتليش استقيل. يعني طيب خلينا نعدي نقطه رامي عباس والطريقه او اللهجه الغير مستحبه اللي اتكلم بيها مع اداره اتحاد الكوره المصري. تمام. نروح بقى لطلبات محمد صلاح. هل من وجهه نظرك شايف ان الطلبات دي كان فيها اي مبالغه من اي نوع؟ في البدايه يعني دايما احنا يعني لما بنشوف الامور بعد مثلا يوم او اتنين بنحاول نشوف هل نقيس على هذا الوضع، هل ده موجود في اي مكان تاني، او هل فعلا الحاله دي موجوده. انا فعلا شفت لقيت مثلا ان نجم بحجم ميسي موجود بينزل من الحافله الخاصه بمنتخب الارجنتين، وكان مثلا نازل قدامه ماسكيرانو، يعني مع احترامي ما حدش عبر ماسكيرانو، مشي لوحده ما حدش جه ناحيته. لكن ميسي بمجرد ما نزل حواليه الحرس الخاص بتاعه، لانه خلينا نعترف يعني هو دايما يعني زماره الحي لا يطرب. خلينا نعترف ان فعلا محمد صلاح دلوقتي في نفس الصف مع ميسي ورونالدو. طبعا ده يعني خلينا نتفق، لانه لا اصل احنا ايه ده حقيقي. لا بالظبط، انا عايز اقول ان ده فعلا حقيقه، لانه احنا دايما ايه يا عم ده محمد صلاح اللي كان بيلعب في المقاولين، هو مش عارف هيتنك علينا، هو يعني انا عايز اقول لك يا جماعه والله يا جماعه لازم نصدق. احنا مشكلتنا ان احنا مش مصدقين، مش مصدقين. لا احنا عايزين نصدق ان محمد صلاح نفس الصف دلوقتي
والمستقبل بتاعه. يعني ان كان ميسي بيرجع، وده اللي كنا شايفينه من ثلاث ايام، يعني ان كان ميسي اللي بيتقدم في السن فحظوظه بتتراجع، وهكذا رونالدو فمحمد صلاح السنين اللي جايه باذن الله بتاعته. اذا محمد صلاح لازم يتم معاملته زي ما بيتعامل مثلا ميسي وزي ما بيتعامل رونالدو. احنا شفنا فيديو مسرب من معسكر المنتخب في روسيا، اعتقد الموضوع كان يعني مستفز ومثير للتعاطف. بالظبط، يعني كان لا كان احنا كنا شايفين محمد صلاح زي ما يكون في موجه من المعجبين. اكيد الناس طبعا لما هتشوف محمد صلاح كلها هتجري عليه وكلها عايزه تتصور معاه. صحيح. لكن اعتقد المفروض يكون الموضوع منظم بشكل افضل، حفاظا على يعني راحه اللاعبين وحفاظا على الهدوء داخل معسكر المنتخب. وده يعني لا يقلل من اي احد في اي شيء. صحيح. كمان انه حد يدخل او يطلع يخبط على الاوضه بتاعته مثلا الساعه 4، محمد صلاح كان في المعسكر طلع من يعني من الحمام لقى حد من اداري المنتخب ومعه احد الفنانين قاعد مستنيه على السرير بتاعه. يعني انت متخيله عشان ياخد معاه صوره؟ ازاي يعني دي كلها كواليس. فين البرايفسي؟ فين الخصوصيه؟ يعني واحد بني ادم في الاخر، يعني ليه محسني ان هم حاطينه في فاترينا ناس جايه تتفرج عليه؟ يعني دي كلها كواليس ظهرت لما حصلت المشكله. فاحنا علشان ده ما يحصلش تاني، خلينا اقول لك ان اتحاد الكوره واخد قرارات صارمه لمعسكر النيجر. ممنوع انه اي حد من اعضاء مجلس الاداره يجيب حد من قرايبه، لا ان هو او حد تبعه يقرب من جناح اللاعبين. يعني حتى عضو مجلس الاداره نفسه مش هيقدر يروح ناحيه الجناح الخاص باللاعبين في فندق الاقامه. ده هيحصل في مباراه في معسكر النيجر اللي هيبدا بكره ان شاء الله. فاذا كان لازم تحصل حاجه زي كده علشان الامور توضع في نصابها الصحيح. صحيح. طيب النهارده طبعا عايز اقول ان اتحاد الكوره طلع بيان وقال فيه ان خلاص كان في حد بيستقبل فعلا محمد صلاح النهارده من المطار، كان في 2 بادي جارد وسهلوا له طبعا كل اجراءات الخروج في دقائق بس. خرج من المطار وطلع على اسكندريه، وهو طلب يكون معاه واحد بس من البادي جاردز. الاثنين اللي كانوا معاه طلع هو واحمد حجازي النجم وسط بيراميدز ألبيون الانجليزي، يقعدوا يوم في اسكندريه قبل ما ينضموا معسكر المنتخب الوطني. دلوقتي معانا مع فاصل سريع، نطلع للفاصل ده ونرجع نكمل معاك مره ثانيه. رجعنا سريعا، لسه مكملين معاكم في كلام في الميديا. لسه معانا الناقد الرياضي استاذ حسام زايد الناقد الرياضي في الشروق، منورنا مره ثانيه. ربنا يخليك يا شيماء، اشكرك. نرجع بقى ونتكلم عن النادي الاهلي وعن اللائحه الاساسيه اللي طرحها مجلس اداره النادي الاهلي، وبعد كده طرحوها لاعضاء النادي الاهلي عشان يتناقشوا فيها، وان شاء الله هيتم التصويت عليها يوم 28 سبتمبر اللي جاي. شفت اللائحه دي ازاي؟ أنا شايف إنه الأهلي يعني عمل الخطوات اللي هو المفروض أي مجلس إدارة في أي نادي بيحترم أعضائه وبيحترم جماهيره إن هو يعملها. بمعنى صحيح. إنه أنت بتعمل مشروع للائحة، بتطرح المشروع ده أمام الأعضاء وبتفتح أمامهم باب النقاش وباب إن أنت تتلقى أي ملاحظات أو أي مثلا آراء فيما يخص اللائحة. صحيح. وبعد كده بتشوف هل إمكانية تطبيق هذه المقترحات ممكن تكون في مصلحة النادي أو في مصلحة الجمعية العمومية أو في مصلحة الجماهير كمان عموما. فأعتقد إنه ده كان موضوع مهم. الخطوات اللي اتبعت أنا شايفها خطوات مهمة للغاية، إنه أنت بتؤكد على احترامك سواء للأعضاء أو حتى للجمهور، لأنه يعني خلاص دلوقتي السوشيال ميديا بقت مؤثره في الانديه وفي الاتحادات كمان. صحيح. فبالتالي الجمهور بقى بيتابع دايما اللي بيحصل سواء على مستوى مجلس الاداره او على مستوى الفرق الرياضيه، وبيكون ليه ضوء يعني وبيكون ليه راي، والراي ده بيوصل بسرعه للمسؤولين عن القرار. فبالتالي طرح اللائحه امام الاعضاء وفتح جلسات للنقاش وتلقي مقترحات انا شايف ان ده كان موضوع مهم جدا. صحيح. وفي النهايه الجمعيه العموميه هي يعني اللي هتحدد مصيرها، وهي اللي هتعمل لائحتها بشكل كامل بما فيه خدمه النادي والفرق الرياضيه كمان. وكمان طبعا موضوع مهم دخول الاستثمار في اللائحه او في اللوائح عموما. تحديدا النادي الاهلي لازم يمتلك 65% من اي استثمارات او اي اسهم بتخص النادي الاهلي. بالظبط. لا، لانه في الفتره اللي جايه هتلاقي في مستثمرين كتير دخلوا في الانديه، لكن
عايز اقول حاجه، انه تجربه نادي بيراميدز مش هتحصل مع الانديه الجماهيريه بنفس الطريقه، بمعنى انه كان في كلام على نادي غزل المحله انه في مستثمر هيدخل، حتى لو ده حصل مش هيتم تغيير اسم النادي، لانه في النهايه الانديه الشعبيه طبعا مستحيل اي حد يقرب من الاسم. صحيح. طيب في النهايه بقى عايز اسالك عن توقعاتك لمباراه النهارده. سالنا الجمهور قال لنا توقعاته، ايه توقعاتك انت؟ ايه توقعاتي؟ هتكون مباراه قويه زي ما قلت، انه دايما المباريات الاهلي والانتاج الحربي. صحيح. وكمان كابتن مختار بيعمل ماتشات كبيره امام الفرق الكبيره. لو امام الفرق الكبيره تحديدا بالظبط، فاتوقع ان هي هتكون مباراه قويه، وتوقعي انه الاهلي هيفوز في مباراه النهارده، لكن كم مش عارف. طيب اخيرا بقى توقعاتك لتشكيل الاهلي النهارده هتكون عامله ازاي؟ اتوقع هيكون محمد الشناوي حارس المرمى بالظبط، ممكن ايمن اشرف وسعد سمير احمد فتحي وعلي معلول وحسام عاشور و السوليه مصاب. السوليه مصاب مش موجود في القائمه، يعني القائمه بس مش وكمان قدامي. حسام عاشور مرهق جدا، فنستثني الاثنين دول طبعا. ممكن مين يكون في نص الملعب بدل حسام عاشور؟ ساعديني. ممكن نشوف وجوه جديده النهارده، ممكن يكون اكرم توفيق ممكن يبدا. صحيح. من البدايه بالظبط، وممكن يخلي احمد فتحي في النص مع اكرم توفيق مثلا، ممكن نشوف محمد هاني في اليمين. دي كلها تعديلات ممكن نشوفها، وقدام مثلا ممكن ازارو كالعاده ووليد سليمان، ويعني نفس تشكيل الماتش اللي فات باستثناء المصابين. صحيح. بشكرك جدا طبعا، نورتنا النهارده في كلام في الميديا، استمتعنا جدا بكلامنا معاك سواء عن النادي الاهلي او عن منتخبنا الوطني الاول، وعن مشوار الاهلي في اللقاءات الافريقيه وكمان في الدوري المصري. ممتاز. حد ممكن يقول لنا دلوقتي سموحه وبيراميدز نتيجه كام؟ طيب هم يقولوا لنا. ودي طبعا لقاء مهم جدا ما بين سموحه وبيراميدز، انا شايفه ان اللقاء ده هيكون في نديه كبيره جدا ما بين الفريقين. طبعا لانه يعني الفريقين فوزهم النهارده هيحافظ له بشكل كبير على مواصله مطارده الصداره، وهيحافظ بشكل كبير ان هو يستمر ما بين الاربعه الكبار. واحد واحد اعتقد سموحه كان واحد متقدم. واحد في الدقيقه 24 بعد ما كان سموحه متقدم بهدف. تمام دلوقتي. اكيد هتكون مباراه قويه، خاصه انه كابتن علي ماهر كان هو المدير الفني للاسيوطي قبل ما بيراميدز. بس هو الاسيوطي متبقي مين فيه اصلا؟ مفيش غير مهند لاشين وحماده طول بعطف. صحيح. بشكرك جدا طبعا على وجودك معانا النهارده، نورتنا مشاهدينا. انتهت حلقتنا النهارده في كلام في الميديا، اشوفكم بكره ان شاء الله الساعه 5 مساء في حلقه جديده من كلام في الميديا. يوم سعيد عليكم باذن الله، وكل التوفيق اكيد للنادي الاهلي النهارده في لقاء قصاد الانتاج الحربي في الجوله الخامسه من الدوري المصري الممتاز النهارده الساعه 9 على ملعب السلام. كل التوفيق اكيد، والفوز يكون حليف النادي الاهلي النهارده.